كابتن محمد عمر استلم الاتحاد في ظروف في منتهى السوء ومنتهى الصعوبة، وهو راجل كان مدافع كبير، فأول حاجة عملها بشكل واضح في الاتحاد إنه عارف إزاي يحل المشاكل الدفاعية. عارف يحل المشاكل الدفاعية اللي كانت موجودة في الفريق. عشان كده لما تدافع كويس هتعرف تسجل. دي قاعدة بقت موجودة في الكورة في العالم دلوقتي. زمان كان يقول لك الهجوم خير وسيلة للدفاع. الآن في العالم كله الدفاع خير وسيلة للهجوم. دافع كويس تكسب. هاجم كويس وما تدافعش كويس تخسر. غالبا يعني دي قاعدة فيها ليها استثناءات. بس الاتحاد حاله اتحسن بشكل كبير جدا. زي ما قلت لكم. لسه كنت بقول لحضراتكم قبل ما يدخل معايا على الهاتف دلوقتي ونرحب بيه، كابتن محمد عمر عمل شغل عظيم جدا في وقت قياسي جدا في الاتحاد، واول علامه، ودي خد بالك وقيسها على كل المدربين، المدرب الكبير المدرب الجيد اللي هتعرف بسرعه تلاقي له ملمح، تلاقي له علامه في الفرقه. فانت اول حاجه هتشوفها في الاتحاد في مباراتين هتلاقي الدفاع بتاعه اتحسن بشكل كبير جدا. الاتحاد بيعاني دفاعيا مش الموسم ده بس، من مواسم ماضيه وحتى مع تغيير المدربين. انت بتتكلم في اصلا واحد من الاسماء الكبيره في خط الدفاع في الكره المصريه، بجانب ان هو مدرب كبير ومحترم ويعشق الاتحاد، الكابتن الكبير كابتن محمد عمر المدير الفني للاتحاد الاسكندري. يا كابتن محمد مشرف ومنور. اهلا بيك كابتن كريم، ازيك؟ وحشني كتير والله. وحضرتك وحشني جدا ودايما منور الدنيا. ربنا يخليك. ده الف الف مليون مبروك فوز الاتحاد النهارده، الفوز الكبير باداء رائع. الله يبارك فيك. ويعني اذا كان حد بيستحق التهنئه الحقيقه فهو جماهير نادي الاتحاد الاسكندري، اللي الحقيقه يعني كان عاطيه دافع كبير جدا للاعيبه، رغم ان هم كانوا زعلانين الحقيقه من اللاعيبه نتيجه المباريات، طبعا الخسائر المتتاليه الفتره اللي فاتت، لكن خدوا عهد معانا ان هم يساندوا الفريق لنهايه الموسم. ده كان له اثر الحقيقه طيب جدا على نفوس اللعيبه، حسوا بالامان فطلعوا طاقه كانت مخزونه جواهم. هم على فكره لعيبه كويسه وفرقه كويسه، لكن اتحطوا تحت ضغوط معينه فجالهم شيء من الاحباط نتيجه يعني بعض الامور، فقدان الثقه بالنفس، الحاجات دي اثرت على مستواهم الفني بشكل كبير. يعني مع تنظيم الفريق داخل الملعب بالتزامات محدده سواء دفاعيه او هجوميه. لا ما هي دي بقى كابتن محمد اللي هسالك عنها تحديدا، وانا كنت لسه بقولها، انه واضح جدا ان في ملمح في تحسين الشكل الدفاعي للاتحاد. الاتحاد الموسم كله يعاني دفاعيا حتى مع تغيير العناصر. انا مش بتكلم في الموسم ده، لو تفتكر حضرتك واحنا مع بعض حتى في السؤال التحليليه، الاتحاد بقاله موسمين ثلاثه عنده مشاكل دفاعيه، بسرعه حسيت ان الامور دي اتحلت وحاجه بسيطه وبنفس الافراد. دي حقيقه فعلا، بس انا في البدايه قلت لك كريم يعني هم اصلا خامات وافراد كويسه. كان ناقص زي ما قلت لك يبقى في التزامات محدده داخل الملعب. صحيح. دفاعيه وهجوميه. حتى هجوميا كان اللعب يعني بشكل فردي، استخدام مهاره فرديه مش لعب جماعي. لما بداوا يشتغلوا مع بعض النهارده هنشوف الهدف الثالث بالتحديد. والله هي جمله متفق عليها الايام اللي فاتت في التدريب، اللي هي بيشتغل الدبل باص بين المهاجمين وبين بعضهم، جاب الهدف الثالث ميسي يعني. صحيح. وبالتالي هم كان ناقصهم شويه التزام دفاعي وهجومي، يمكن النواحي الدفاعيه خدت مننا وقت شويه. واضح. في تصحيحها، لان دي كانت هاجس كبير بالنسبه لنا يعني. والحقيقه يعني اللعيبه التزمت لانك حددت لهم المهام، فبقت الامور سهله وميسره. صحيح. ما بقول له كمان يا كابتن عمر فرق مع الفريق، يعني غيابه الفتره اللي فاتت بسبب الاصابه كان مأثر على الفريق بشكل كبير جدا، وهو مهاجم من المهاجمين المميزين جدا في الدوري المصري هذا الموسم. صحيح. ويمكن انا قلت بعد مباراه الاسماعيلي الاسبوع اللي فات لو كان معايا مهاجم ما بقول له بالتحديد ما كانتش النتيجه طلعت خساره. صحيح. الشوط الثاني يمكن الاتحاد كان مسيطر، ضيع فرص كتيرة، لأن للأسف نادي الاتحاد مسجل مهاجم واحد فقط طوال الموسم، والتاني طلعوه للمقاولين اللي هو أحمد علي في يناير. فبقولوله اتصاب، فما عنديش، عمال أوظف لعيبة نص ملعب كمهاجمين، فإحساس المهاجم مش موجود عندهم. صحيح. النهاردة على فكرة ما بقولوله أنا ما كنتش متوقع منه كتير، لأن راجع الناحية البدنية أكيد مش
مش جيده يعني، لكن ما رضيتش اطلعه من الملعب الا يمكن اخر دقيقتين ثلاثه، لان انا عندي يقين ان هو هيسجل في اي لحظه، لان عنده احساس المهاجم وقد كان هدف حلو قوي يا كابتن عمر، هدف حلو قوي. هو لعيب كويس على فكره، لعيب كويس قوي، ولما بيرجع من اصابه ما بتحسش انه يعني ايه خايف وانه قلقان، لا 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 لا، بيرجع طبيعي جدا يعني، يمكن بتتاثر من النواحي البدنيه شويه وده امر طبيعي، لكن هو بذكائه لان عنده ذكاء ميداني كبير الحقيقه، يقدر ياخد المكان المناسب، يتحرك، عنده اتقان، عنده حته تصويب كويسه ببطن الرجل بوش الرجل، لا هو مهاجم كويس الحقيقه. صحيح. كابتن عمر مكمل مع الفريق الموسم اللي جاي؟ يعني انا كل اللي يهمني دلوقتي، يمكن انت بتكلمني استاذ محمد مصلح لسه قافل معايا حالا، خلص معاك اقنعك. احنا اهم حاجه دلوقتي لسه الاندفاع، ليا الموقف فيه يعني بعض يعني جزء صغير من الصعوبات يعني، انت بتتكلم في 3 مباريات 9 نقاط والناس اللي تحتيك 29 يعني ممكن يوصل ل 38 انت 36، وبالتالي يعني كل شيء مؤجل تماما لحين انتهاء الدوري. يعني استاذ محمد مساحه لما اكلمك ما اقنعكش؟ اعتقد انا عارف، انا عارف مدى العلاقه اللي بينكم وبين بعض، اكيد 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 مصمم ومصر بقائك الموسم اللي جاي. لا لا والله كنا بنتكلم في حاجه تانية خالص يعني، بعيد عن المباراه وكده. انا اصلا في النهايه كريم، ما انت عارف ده نادي الاتحاد ده اصلا بقالي 50 سنه في النادي ده، فيعني يعني مش مجرد سؤال ان انا موجود او مش موجود، دي ما بتفرقش معايا كتير قوي يعني. انا المهم النادي يبقى كويس ان شاء الله باي حد يعني. طيب كابتن محمد، كده كده حضرتك موجود دلوقتي على راس الجهاز الفني للاتحاد، والاتحاد اكيد بيجهز لصفقاته الجديده الموسم اللي جاي، واكيد اللاعبين الراحلين. هل حضرتك توليت هذا الملف من الان وبدات تشتغل على لاعبين جدد او لاعبين راحلين عن الفريق؟ لا، كل شيء زي ما قلت لك كريم مؤجل تماما بالنسبه لي انا شخصيا يعني، لحين انتهاء الدوري. انا بنتكلم في اسبوع باقي وينتهي الدوري او 8 ايام. صحيح. وبعد كده يعني ترتيب البيت ان شاء الله يبقى في كلام تاني يعني. كابتن عمر دايما موفق ودايما مشرف اي مكان متواجد فيه. انا بشكرك شكرا جزيلا، كابتن الكبير كابتن محمد عمر المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، شخصيه محترمه، مدرب كبير، وشخصيه بيعشقها جماهير الاتحاد وجماهير اسكندريه. انا عارف وكان في تواصل دايما بيني وبين بعض الاصدقاء في اسكندريه بيشجعوا الاتحاد، الناس دي بتعشق الكابتن عمر من حيث المبدا. وبالمناسبه الموضوع مش بس فني، وزي ما الكابتن عمر قال انه الجماهير كانت زعلانه من اللاعبين واللاعبين فاقدين الثقه، وجود الكابتن عمر في التوقيت ده ينفع يلم كل الامور دي مع بعض، يعرف يلم الجماهير مع اللاعبين واللاعبين يديهم الثقه مره اخرى. فكان اختيار جيد جدا انه يستلم الكابتن محمد عمر المهمه في التوقيت الصعب جدا ده.